نقدر نصلح حج ان شاء الله. الله يكمل. في عندي درس. الله يكمل. ابعث لي على الواتساب، بس على الواتساب. الله يجزيك الخير. بعد الدرس بعطيك رقم تلفون ان شاء الله. اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، الحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي باق دائم لا يموت أبدا، بيده الخير وبيده الملك وبيده تدبير الأمور، وهو على كل شيء قدير. ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أشرف الخلق، المصطفى المختار، الذي اصطفاه الرحمن لإخراج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا لسعة الآخرة، ومن جور الأديان لعدل الإسلام، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أخواني أخواتي أحبتي في الله، إن شاء الله يعني كنا في درسنا السابق في الأمس نتكلم في نبضات من سورة البقرة، وكنا وصلنا في الآية رقم 107. نذكر يعني حتى نصل الأمور ببعضها، نذكر في الآية رقم 106 في قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، في قوله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وقلنا إنه سياق الآيات القرآنية أن نسخ الآيات هنا بمعنى نسخ الديانات، ولما نقول ديانات نذكر أن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام فلن يقبل منه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولكن يجوز شرعا أن تقول عن الديانات التي حرفت لا زال يمكن أن تقول وتسميها دين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لكم دينكم ولي دين. فيشرع أن تقول أن للنصارى دين، وأن لليهود دين، وأن للمسلمين دين، بمعنى أن دين المسلمين هو دين الإسلام. ولكن الدين الذي كان عند اليهود أو النصارى تم تزويره وتحريفه، فنسخ هذا الدين بدين صحيح. لما يقول سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية، يعني الدين السليم الصحيح الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى عبر سيدنا موسى لبني إسرائيل تم تزويره، فانتسخ هذا الدين بالنصرانية حتى يعود صحيح، حتى يعود كما أنزل سبحانه وتعالى. وأيضا عندما تم تحوير أو تحريف هذه الديانة أو كلمات الله سبحانه وتعالى في الديانة النصرانية، انتسخت هذه الديانة النصرانية بدين الإسلام. ولما جاء في القرآن الكريم أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين، فنعلم أن هذا الدين هو دين الإسلام، لن يتم تحويره ولا تزويره ولا تحريفه ولا بأي حال من الأحوال، لأن من مقتضيات التزوير أن ينسخ هذا الدين، فلن ينتسخ دين الإسلام ولا بأي حال من الأحوال. فتبقى ديانة سيدنا محمد أو الدين الذي أنزل عبر سيدنا محمد هو دين الإسلام الذي نزل على كل رسول ونبي، ولكن انتسخ من شخص إلى شخص إلى شخص، أو من حال إلى حال إلى حال، أو من ديانة إلى ديانة إلى ديانة، حتى ثبت في دين الإسلام صحيح إن شاء الله، لا يتغير ولا يتحول. وأيضا إخواني هنا في المناسبة، بعض الأشخاص يسألني عن السنة، يعني نعلم أن القرآن الكريم محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، فيسأل البعض هل السنة أيضا محفوظة؟ فنقول إنه علوم السنة أو الحديث هي علوم أصلية ويمكن الثقة بها 100%،
يعني نحن نثق بعلوم السنة لدرجة عالية جدا جدا جدا. ومن أين لنا أن نثق بهذه العلوم التي جاءت في الحديث؟ نقول إنه أصل الثقة إنما يأتي من القرآن الكريم، لما يقول سبحانه وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه. شو معناه؟ معناه إنه اللي بده يعطينا إياه الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا سيكون متواتر ويأتي عبر السنة، شو لازم نسوي؟ نأخذه. والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الغيب وأخفى، فلو كان الله سبحانه وتعالى يعلم إنه سنة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سيتم تزويرها عبر الزمن كان ما قال لنا خذوا في اللي راح يحكي لكم إياه الرسول عليه الصلاة والسلام. فنعلم من قول الله سبحانه وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه، فهذا نعلم منه إيش؟ إنه السنة أيضا ستكون محفوظة، وإنه الأحاديث أو علم الحديث علم راسخ ويمكن الثقة به ولا يجب التشكيك. لأنه بعض الأشخاص بيسأل يعني شو بيعرفنا إنه الأحاديث اللي إحنا بين إيدينا ما زوروها اليهود وما حوروها وصلونا إياها بطريقة معينة حتى إنه إحنا إيش يعني يلبس علينا في علم الحديث، فنقول هذا لا يجوز الاعتقاد بهذه الطريقة، فنحن نثق بالحديث. من هنا يا إخوان نقول إنه الكتاب والسنة هدول كتابين أو خلينا نقول منهجين رئيسيين يجب أن نعتصم بهما. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أنه عضوا عليهم بالنواجذ، يجب أن نلتزم بالكتاب وبالسنة الاثنين معا. وقلنا ما ننسخ من آية أو ننسها، يعني إحنا بنعرف يعني كان مسلمين، يعني أقرب ما نقول إنه اليهودية والنصرانية ثم نقول الإسلام، أن نتكلم عن ثلاثة ديانات. ولكن هل كان هناك ديانات أخرى قبلهم؟ نقول طبعا من زمن سيدنا آدم، ولكن ماذا حدث معهم؟ نقول تم نسيانها. فالله سبحانه وتعالى يتكلم ما ننسخ من آية القريب اللي أنت متذكره أو ننسها البعيد اللي بطلنا نذكره وصار في حكم النسيان، هدول انتسخوا وأصبحوا في النهاية فين موجودين؟ في دين الإسلام. فنقول القرآن الكريم وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، هدول الخواتم. القرآن خاتم الكتب، وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والرسل، والقرآن الكريم هو خاتم الكتب السماوية، فهدول الخواتم التي ختم بها. أو ننسها نأتي بخير منها. شو يعني بخير منها؟ لأنه ما تم تزويره يعني خرج عن الخيرية، يعني إذا التوراة تم تزويرها خرجت عن الخيرية، فمن المؤكد أنه ما سيأتي ويكون صواب خيرا من إيش؟ من هذا المزور، خيرا منها أو مثلها. شو يعني؟ يعني هذا يعني أيضا أن الله سبحانه وتعالى يعلمنا أنه كثير من ما هو موجود في التوراة والإنجيل ما تم تزويره، مش كل الموجود في التوراة والإنجيل تم تزويره، بعض ما في التوراة وبعض ما في الإنجيل تم تزويره وتحريفه. فنقول هناك في القرآن ما هو خير إذا كان تم تزويره، أو مثل إذا ما كان تم تزويره، لأن كلاهما اللي في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن كلهم من فين؟ من عند الله سبحانه وتعالى. وكل ما يأتي من الله سبحانه وتعالى عندنا إيش؟ نفس المقام. إن لما جاء أسألك أنه أفضل الصلاة ولا الصيام، شو منقول؟ التنين من عند الله سبحانه وتعالى، وأنا كمسلم يجب أن أصلي ويجب أن أصوم. فكل ما يأتي من الله سبحانه وتعالى خير، أما ما يقوم الإنسان بتزويره وتحريفه وتغييره يخرج عن هذه الخير. فنقول نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. هنا قلنا في هذه إنه الله سبحانه وتعالى ينبه بني إسرائيل أو ينبه النصارى أو ينبه كل من قام بتغيير كلمة جاءت من عند الله سبحانه وتعالى عبر كتاب سماوي أو عبر نبي من الأنبياء، هذا الإنسان ألم يعلم أن الله سبحانه وتعالى كل شيء قدير؟ يعني كما قلنا في الأمس إنه يعني من أعظم ما تملكه يا إنسان أن يقدمك سبحانه وتعالى ويضعك بالصدارة ويجعل ديانتك هي الديانة القائمة الموجودة حاليا، هذا يعني فخر عظيم أن الله سبحانه وتعالى يجعلك صاحب ديانة. فإن أنت قمت بتغيير ما في هذه الديانة
تحصيل حاصل من الله سبحانه وتعالى سينسخ هذه الديانة، فستخرج عن ايش؟ عن هذا التفضيل الله سبحانه وتعالى، عن الصدارة الله سبحانه وتعالى وضعك فيها، وانت مش قادر تشوف الله سبحانه وتعالى يخاطب هؤلاء الذين قاموا بالتحوير والتزوير، مش قادرين تشوف انه هذا التحوير والتزوير سيكون سبب في خروجكم من الصدارة. يعني انت بتزور حتى انك تبقى في الصدارة، ولكن على حقيقة التزوير شو راح يسوي؟ راح يخرجك من هذه الصدارة. ثم يعني نكمل ان شاء الله، يعني احنا هون ذكرنا في معظم المعاني اللي تكلمنا فيها في الامس. الله سبحانه وتعالى يقول: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يعني نسأل، فما مناسبة أن يتكلم سبحانه وتعالى الآن عن ملك السماوات والأرض؟ يعني هو يتكلم عن نسخ الديانات، ثم بعد نسخ الديانات شو بتكلم؟ عن ملك السماوات والأرض. فنسأل السؤال الأولاني الذي نطرحه على أنفسنا: ما مناسبة التحول من التكلم عن نسخ الديانات إلى إيش؟ إلى ملك السماوات والأرض. فنقول إنه من يقوم بتحوير أو تزوير أو تحريف كلام الله سبحانه وتعالى، تحصيل حاصل هذا الإنسان يعني سيكون علي عبء عظيم نفسي أن يقابل الله سبحانه وتعالى. يعني بأي وجه ستقابل الله سبحانه وتعالى وأنت قد زورت كلماته؟ كيف بدك تقابل الله سبحانه وتعالى؟ فلن يكون بإمكان هذا الشخص عنده بينه وبين نفسه أن يضع نفسه في وجه أو في مقابلة الله سبحانه وتعالى، أن يقابل الله سبحانه وتعالى. فنقول: فما الحل؟ فالحل أنه هذا الإنسان الذي قام بالتحوير والتزوير أن يفر من لقاء الله سبحانه وتعالى. طبعا احنا بنعرف كمسلمين اننا لن نفر من لقاء الله، ولا يمكن ان نفر من لقاء الله، وان الله سبحانه وتعالى بكل شيء محيط عز وجل، لا يمكن الفرار منه عز وجل، ولا يمكن الفرار من قضاء الله. ولكن من تجرأ على تحريف كلام الله سبحانه وتعالى، شو بكون في عنده الاعتقاد؟ بكون في عنده الاعتقاد انه هو قد يفر من لقاء الله. طيب إن أراد أن يفر من لقاء الله، فين بده يفر؟ في عنا سماوات وفي عنا فين؟ أرض، مظبوط ولا لا؟ يا أما بده يفر داخل الأرض، يا أما بده يفر في السماوات، واحدة من هذول الاثنين. في عنده محل تاني يفر إله؟ لأنه أصلا البني آدم إحنا ما بنعرف إلا السماوات والأرض، فهو يريد أن يفر من لقاء الله، فإما أن يفر في الأرض أو يفر في السماوات. طب نيجي نتطلع على من يحاول أن يفر في الأرض، شو بنعرف؟ احنا بنعرف إخواني حاليا كثير من أغنياء العالم، كثير من أغنياء العالم شو بعمالهم بيسووا؟ عمالهم بيسووا ملاجئ تحت أرضية، بنزل تحت الأرض 10 كيلو 15 كيلو، وشو بيبني؟ بيبني ملجأ، وهذا الملجأ بيكون فيه كل مقومات الحياة، طعام وشراب ومولدات كهرباء وكل الشغلات اللي بيحتاجها. وحتى ان هم بيطرحوا بعض الملاجئ للبيع بملايين الدولارات. يعني اللي بيقول لك انه اللي بده ملجأ بسموه ملجأ يوم القيامة، مش بسموها ملاجئ يوم القيامة. هاي الملاجئ قائمة على اي مبدأ؟ على مبدأ انه اذا صارت حرب نووية، لانه اعتقادهم شو اعتقاد؟ طلعوا الكافر يعتقد انه خراب الارض انما سيكون من الانسان، ولا يعتقد انه خراب الارض انه راح يكون من فين؟ بقوة ربانية. عشان هيك لما نتطلع ونسأل الإنسان فين قدرته على تخريب الأرض، هلأ القدرة بنسميها القدرة النووية، فعشانها في قدرة نووية في هذا الكارف الكافر الذي قام بتحوير وتغيير وتزوير كلمات الله سبحانه وتعالى، يريد أن يفر في الأرض في ملاجئ تحت أرضية ضد الضربات النووية. فقاموا ببناء هذه الملاجئ، وكل ملجأ يكلف ملايين الدولارات حتى يكون في كل العناصر. وبقول لك أنا في هذا الملجأ عندي القدرة أني أنا أتمني عايش حي في هذا الملجأ لسنين طويلة حتى ينتهي إيش؟ الخراب اللي بيعم في الدنيا، وبعدين شو بسوي؟ بطلع على الدنيا من أول وجديد. هلأ هذا وسيلة من الوسائل اللي بيحاولوا أنهم شو يسووا؟ يفروا منها. من فين؟ من لقاء الله سبحانه. وسيلة تانية، فين بده يفر؟ إذا بده يفر في الأرض، طبعا في الأرض في طبعا إخواني يعني بعض الناس
اشترط جزر في المحيطات. شو بقول لك؟ انا بدي اشتري جزيره بعيده جدا واسوي هاي الجزيره عباره عن جنه وقصر واحط فيها كل الشغلات الموجوده فيها واعيش فيها زي بعض العائلات من غير ذكر اسماء. في عائلات معروفه تملك رؤوس اموال كبيره في الدنيا ويقال انها بتعيش في جزر موجوده في البحار او في المحيطات، وانه هذه الجزر عباره عن جنات موجوده لإلها وبتحيا فيها. فهذه كمان بالنسبه لها ايش؟ مكان تفر فيه، انه لما تصير في حرب نوويه هذه الجزيره شو بتكون؟ بعيده كل البعد عن هذه الحرب، فتفر من فين؟ من يوم القيامه باعتقادها. فهذا يا اخواني الاحتمال الاولاني، قلنا ان يفر الكافر داخل الارض. الاحتمال الثاني انه فين بده يفر؟ في السماوات. هلا في السماوات اخواني يعني بتقدروا انتم تتخيلوا قديش الموجود العقليه اللي موجوده عند الكافر عند الشيطان وحزبه. منكم بتتفرجوا على الافلام اللي هم بيسووها في ايش؟ في الفضاء والسفر عبر المجرات والانتقال عبر البوابات الزمنية والمكانية والانتقال من مكان إلى مكان آخر عبر بوابة أو ثقب بسموه ثقب مكاني. هذه كلها شو بقولوا؟ بقولوا أنه في عندنا إمكانية أنه إحنا ننتقل ونطير في السماوات. فعشان هيك بيبنوا مركبات فضائية. وأعطيكم مثال على سبيل المثال، مثال قريب، يعني الطائرة الرئاسية الأمريكية، الطائرة الرئيسية الرئاسية الأمريكية عندها قدرة أنها تم محلقة في الجو لفترة طويلة وفيها كل مقومات الحياة. وبقولوا إذا يعني بدأت حرب نووية على أمريكا بيطلعوا الرئيس والمسؤولين المهمين في هذه الطائرة. شو بتمها؟ بتمها طائرة في الهواء عبين ما يصير في إمكانية أنها تعود تنزل على الأرض وتفر من هذه الضربات. هذه وسيله انها تفر فين؟ في محيط الارض. وسيله اخرى اخواني بيبنوا مركبات فضائيه وبدهم ينتقلوا فيها. عشان هيك في عندهم احلام والشيطان يمنيها فيهم ان هم يستطيعوا ان يجدوا كواكب تشبه الكره الارضيه. وعندهم يعني الله سبحانه وتعالى ابتلاء لهؤلاء للشيطان وحزبه في القران الكريم تكلم عن 7 أراضين، 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. يعني 7 أراضين سبحانه وتعالى تكلم، بمعنى احنا بنعرف من القرآن الكريم انها هي 7 كرات، كرة فوق بعضها، يعني الكرة الأرضية هي عبارة عن 7 طبقات. إلا انه تكلم الله سبحانه وتعالى بهذه الصيغة حتى انه الشيطان وحزبه في فكره يعتقد انه هناك 7 كرات أرضية موجودة في الكون تشبه الكرة الأرضية، وبإمكانه أنه شو يسوي؟ يفر من الكرة الأرضية اللي احنا عايشين فيها على فين؟ على كرة أرضية أخرى يستطيع فيها الحياة. ففي عندهم إخواني بحوث علمية فلكية وبيصرفوا عليها مليارات الدولارات للبحث عن كواكب تصلح عليها الحياة. وإحنا بنعرف إخواني يعني الله سبحانه وتعالى يتكلم أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض، مش والأراضين، أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. يعني هذا الأراضين السبعة إنما هي من نفس الأرض التي انفتقت عن السماوات، ولن يكون داخل السماوات غير هذه الأرض. الله سبحانه وتعالى وضع لنا إياها إحنا حتى نفهمها بفطرتنا السليمة اللي الله سبحانه وتعالى وضع لنا إياها، إنما وضع كلمات فيها ابتلاء لهؤلاء حتى إنهم شو يسووا؟ يتم ابتلاءهم بحسب فكرهم وبحسب ما يتعاملوا فيه. فهذه الاحتمال الثاني إنهم شو بدهم يسووا؟ يفروا إلى السماوات. والله سبحانه وتعالى يقول يا معشر الجن والإنس انفذوا من أقطار السماوات والأرض إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان إن استطعتم. شو معناها؟ إنه راح يحاولوا بس هل سيستطيعوا؟ الله سبحانه وتعالى يقول لا فيش مجالكم تنفذ لا تنفذون إلا بسلطان رباني من الله سبحانه وتعالى، فلن يستطيع هؤلاء الفرار حتى في السماء. عشان هيك إخواني نقول إنه سبحانه وتعالى يقول ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، الأرض وباطنها
وجزرها وكل ما فيها ملك لمين؟ لله سبحانه وتعالى. والسماوات والكون كله لمين؟ لله سبحانه وتعالى. ولن يستطيع هذا الذي يريد أن يفر من لقاء الله، يعني لا يؤمن باليوم الآخر، لن يستطيع أن يفر من هذا اللقاء. عشان هيك الله سبحانه وتعالى يقول: وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يعني الأصل إن أنت بدك تفر فعليا من هذا الذي سيحدث، إنك أنت تعلم من هو الولي وتعلم من هو النصير. من هو الولي الذي يتولاك من هذه الأهوال؟ الله سبحانه وتعالى. من هو النصير الذي قد ينصرك من هذه الأهوال؟ فقط الله سبحانه وتعالى. فهناك إخواني نقول أن الله سبحانه وتعالى بكل شيء محيط، سيحيط بهؤلاء وأفكارهم ومحاولة فرارهم، ولن يستطيع ولا بأي حال من الأحوال أن يفروا من لقاء الله سبحانه وتعالى. ثم يقول سبحانه وتعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. هلأ السؤال الأولاني، يعني من المخاطب هنا؟ احنا شفنا كل الآيات لغاية الآن إنما تتكلم عن بني إسرائيل، يعني من الآية رقم 40، إذا احنا مشينا من الآية رقم 40 لحد هلأ سنة وصلنا للآية رقم 107، كل فحوى الآيات وكل المعاني عمالة بتقع على مين؟ على بني إسرائيل. هنا الله سبحانه وتعالى يقول: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى. يعني الظاهر أن الخطاب هو لأمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه رسولكم اللي هو رسول المؤمنين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كما سئل موسى، كأنه سبحانه وتعالى يتكلم عن مجموعتين: أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ولمين؟ أمة موسى، محمد عليه الصلاة والسلام، موسى عليه الصلاة والسلام، أمة سيدنا محمد وأمة موسى، طبعا في بناتهم النصارى. أم تريدون، يعني كأنه الخطاب، أم تريدون أيها المسلمون، يا أيها المسلمون، أن تسألوا رسولكم محمد عليه الصلاة والسلام كما سئل، يعني كما سألت بني إسرائيل رسولها موسى من قبل. من قبل مين؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. طيب وما سألت بني إسرائيل رسولها؟ شو اللي سألته إياها؟ يعني احنا بنعرف بعض ما سألت بني إسرائيل موسى، يعني مثلا يعني أفضلهم اللي هم السبعين، شو قالوا؟ قالوا: أرنا الله جهرة. مش هذا اللي سألوا وهذا اللي طلبوا من سيدنا محمد، سيدنا موسى؟ طلبوا أن يرى الله جهرة. نعلم أنه كل بني إسرائيل لما جاوز فيهم البحر وشافوا هاي الناس العمالة تعبد أصنام، شو قالوا؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. مش هذا سألوا كمان؟ يعني سألوا أنه يغير لهم الطعام اللي هو المن والسلوى، بإيش بدهم؟ من بقلها وفومها وعدسها وكل هاي الشغلات. كمان هاي الشغلات بدهم يبدلوا الشغلات اللي الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم فيها بأمور أخرى. فنقول أنه كل ما سألته بني إسرائيل لا سيدنا موسى، إنما كان من باب إيش؟ من باب الضلال، من باب الضلال ومن باب الإضلال، ما كان فيه خير في هاي الشغلات. وأن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام حتى أنه في نهاية المطاف شو قال لله سبحانه وتعالى؟ أفرق بيني وبين القوم الفاسقين. اعتبرهم كلهم فاسقين وخارجين عن الحق. والله سبحانه وتعالى يعني يبين لما طلب منهم يدخلوا الأرض المقدسة قال رجلان، يعني بس التنين اللي كانوا ملتزمين بأمر الله سبحانه وتعالى شو كانوا؟ اتنين. والباقي شو كان؟ كان رافض أنه ينفذ أمر سيدنا موسى. فنقول أنه ما طلبته أمة سيدنا موسى من سيدنا موسى كان غريب وعجيب، وكانت على الغالب بني إسرائيل تنظر إلى سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام على أنه ساحر. وهذا من لفظة في القرآن الكريم، يعني يتكلم سبحانه وتعالى ويقول عن بني إسرائيل، شو قالوا بني إسرائيل؟ قالوا سحراني تظاهرا. يعني لما كان في الاجتماع تبع سحرة فرعون وسيدنا موسى شو قالوا؟ قالوا سحراني تظاهرا. يعني هؤلاء سحرة وموسى شو اعتبروا؟ ساحر. فاعتبروا سيدنا موسى ساحر.
وحاشا وكلا أن نكون مثل أمة أو مثل بني إسرائيل في طلباتهم من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إنما نحن نطلب من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن يشفع لنا وهو شفيعنا وهو حبيبنا، أن يسقينا شربة ماء على حوضه الكريم لا نظمأ بعدها أبدا. يعني هذه الأمور التي قد نطلبها من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما فيها خير إن شاء الله، وما فيها قربة من عند لله سبحانه وتعالى. طبعا إخواني يعني نسأل وندعو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في هذه، ولكن لا نتوسل فيه، يعني مش يعني بدناش ناخذ بدناش نفهم انه احنا نتوسل، ولكن نرجو الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا ان نكون من رفقاء سيدنا محمد على الحوض، فنشرب من بين يديه هذه الشربة التي لا نظمأ بعدها ابدا. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان نكون ممن يشفع فينا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ويطلب لنا الشفاعة يوم القيامة عند الله. ونعلم أن سيدنا محمد سيقول أمتي، كل الأنبياء ستقول نفسي، إلا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سيقول أمتي. فنحن إخواني لن نطلب من رسولنا ما طلبته بني إسرائيل من سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. هناك إخواني نقطة أخرى يجب أن ندركها، أن رسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هي ليست للعرب، مش مخصوصة في العرب، ليست لقريش، وليست لمجموعة معينة من الناس. يعني سيدنا محمد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني هو رحمة للعالمين لكل الناس، ومن ضمن هؤلاء أيضا بني إسرائيل. يعني سيدنا محمد أيضا جاء لبني إسرائيل، وجاء للنصارى، جاء للعرب، وجاء للعجم، جاء للإنس، وجاء للجن كمان للثقلين. فالسؤال اللي بدنا نطرحه، هل يجوز أن أقول إنه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رسول لبني إسرائيل؟ فنقول نعم، لأنه سيدنا محمد جاء لمين؟ للكل. فبعض المفسرين قالوا أم تريدون أن تسألوا رسولكم؟ يعني قال إنه يجوز أني أقول إنه بني إسرائيل قد تسأل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كما هو رسول للعرب هو رسول أيضا لمين؟ لبني إسرائيل. فكأنه سبحانه وتعالى يقول إنه هذه فرصة لبني إسرائيل وللنصارى ولكل كافر لكل مشرك إن هو يعود للإسلام. إلا إنه لو الله سبحانه وتعالى اختص الرسالة تبعت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ببني إسرائيل، يعني خلينا السؤال الفردي كالآتي، يعني بني إسرائيل رفضت رسالة سيدنا محمد ليه؟ يعني شو قالت بني إسرائيل لما رفضت الرسالة؟ قالوا إنه ما جاء من بني إسرائيل. يعني أول شيء كانت تبشر وتقول إنه هي نبي الأميين على وشك الظهور، ولما ظهر كفرت فيه، كانوا أول كافر به. ليه؟ لأنه كان من العرب. طب نيجي نسأل السؤال التالي، لو الله سبحانه وتعالى أرسل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من بني إسرائيل، يعني لو كان سيدنا محمد يهودي وكان رسول لبني إسرائيل، السؤال هل ستؤمن بني إسرائيل بسيدنا محمد لو كان سيدنا محمد من بني إسرائيل؟ هذا السؤال بنسأله. شو منقول؟ نقول لا، لن تؤمن. يعني كفر بني إسرائيل برسالة سيدنا محمد إنه هو جاء من العرب، ما جاء من بني إسرائيل، إنما هو حجة ذريعة تتذرع فيها كي لا تؤمن بسيدنا محمد. والله سبحانه وتعالى لما جاء هذه الآيات بهذه الكلمات كأنه ينبهنا ويقول إنه لو الله سبحانه وتعالى أرسل سيدنا محمد من بني إسرائيل لسألت بني إسرائيل سيدنا محمد ما سألت سيدنا موسى، ما في فرق، لأنه أفكارها ومبادئها وقلبها نفس القلب، ولأنه لما هي غيرت أصلا وحورت التوراة، لأنها ما بدها كلام الله سبحانه وتعالى، نبذت كلام الله سبحانه وتعالى، وشو اتبعت؟ اتبعت ما تتلو الشياطين، ما بدها كلام الله، وشو بدها؟ بدها كلام الشياطين. فإن كانت بدهاش كلام الله، والله سبحانه وتعالى بيجيب كمان كلام من عنده لسيدنا محمد، هل ستقبله؟ ما راح تقبله بغض النظر
سواء كان سيدنا محمد من الأميين والعرب أو كان سيدنا محمد من بني إسرائيل، نفس النتيجة. إنما احتجاج بني إسرائيل واعتراضها بينها إنما هي من قبيل الذريعة. عشان هيك إخواني يحمل أيضا معنى هذه الآية: أم تريدون أن تسألوا رسولكم لو كان سيدنا محمد منكم لسألتوه كما سئل موسى من قبل ولعاملتوه كما عاملت موسى من قبل. كيف قلت لموسى اجعل لنا إلها لطلبت من محمد أن يجعل لكم إلها، وكيف قلت لموسى أرنا الله جهرة لطلبت من محمد عليه الصلاة والسلام أن يريكم الله جهرة، فما في فرق؟ عشان هيك إخواني يجب أن نعلم أن كفر هؤلاء إنما هو لفساد القلوب وليس للظروف التي جاءت. يعني بغض النظر، يعني قد يقول إنسان طيب يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى يريد بهم الرحمة بده يرحمهم سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم، يعني كان أرسل رسول أو آخر الأنبياء والمرسلين كان أرسلوا منهم وإحنا المسلمين من آمن فيه لأنه إحنا يعني قلوبنا طيبة ونقية، بس يعني شو بكون رحمة فيهم إنه هو يرسل آخر الأنبياء والمرسلين منهم رحمة. فنقول يعني الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم لأنه سبحانه وتعالى يعلم إنه هذا الشيء لن ينفع معهم. ومن الابتداء من الآية رقم 6 من سورة البقرة الله سبحانه وتعالى شو بقول: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يعني حالهم انتهى، لأنه كفرهم أصلا فين كان كفرهم ومن فين ابتدأ كفرهم؟ ابتدأ كفرهم من الابتداء إنهم ما بدهم النعمة من الله سبحانه وتعالى، بدهم النعمة تبعت الله بس يقولوا إحنا اللي جبناها مش الله سبحانه وتعالى أعطانا إياها. يعني هلا نجيب أي كافر من هؤلاء بنقول له أنت طلعت اشتغلت وجاءك مال، هذا المال من فين جاءك؟ شو بقول؟ هذا المال جاء من تعبي ومن علمي ومن قوتي ومن جاهي ومن سلطاني ومن شطارتي، هذا المال جاءني. هيك بفكروا. جيب مسلم قل له من فين مالك؟ شو بقول؟ من عند الله، هذا رزق من الله سبحانه وتعالى. هذا الفرق بيننا وبينهم. فإحنا يعني قابلين النعمة إنها من الله سبحانه وتعالى، ما في عندنا اعتراض. هم لا، هم بدهم نعمة الله. يعني لو تيجي تسأل اليهودي طيب المال اللي انت جبته وشطرتك هو مال مين؟ شو بقول لك؟ لله. لله يعني بيعترف انه هذا مال الله، هذا لله سبحانه وتعالى، انت فيش لك فيه اشي، بس بقول لك انا جبته بقوتي وشطارتي. احنا لا اخوة، احنا بنعرف انه المال لله واجا من فين؟ من عند الله سبحانه وتعالى تمتل. فهم اخواني مع اعترافهم إنه النعم لله سبحانه وتعالى، لأنهم لا يعترفوا إنه الأرزاق يعني النعم جاءت من الله سبحانه وتعالى كعطية من الله، وبيعتقدوا إنه هي جاءت بقوتهم وعلمهم وشطارتهم. عشان هيك رفضوا الربوبية لله سبحانه وتعالى. لما قال لهم ألست بربكم شو قالوا؟ بلى كذبا. شو قالوا؟ بلى كذبا. يعني إنه إحنا بدنا نداري لله سبحانه وتعالى ونقول له آه عشان نخدعه، عشان إحنا شطرين، ولما نكذب عليه شو بنقدر نسوي؟ بنقدر نسحب النعمة منه رغما عنه. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وهذا كله كما قلنا خلل في القلوب، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فهذه القلوب خربانة مريضة، عشان هيك بفكر في هذه الطريقة. فنقول إنه الله سبحانه وتعالى اختص آخر الرسالات بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من العرب ابتلاء ورحمة وإعلانا إنه الصدارة ستكون لأمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في هذه الدنيا. الصدارة إلهم، ولا ننسى يا إخوان إنه الصدارة تكريم، ولكن التكريم لا يعني التفضيل. بدنا نعرف انه في فرق بين التكريم وبين التفضيل. الله سبحانه وتعالى كرمك انك جعلك من أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وكرمك انه جعل نبيك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وكرمك انه جعلك من او جعل دينك الإسلام، وكرمك انه اتم هذا الدين عليك.
اليوم أتممت عليكم نعمتي، رضيت لكم الإسلام دينا وأتممت. فيعني الله سبحانه وتعالى أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنقول إخواني يعني الله سبحانه وتعالى جعلنا في هذا الدين اللي هو دين الإسلام، وهذه كرامة عظيمة. ولكن نذكر أن الكرامة والتكريم شيء، والتفضيل والنعمة شيء آخر. يعني قد يكرم سبحانه وتعالى أمة سيدنا محمد أنه يجعلها أمة مسلمة ويجعل نبيها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ويجعلها في الصدارة، هذا شو بنسميه؟ تكريم. بس بنفس الوقت قد يفضل بني إسرائيل، يعني كرمنا وجعلنا في الصدارة وشو سوى؟ فضل بني إسرائيل. شو يعني التفضيل؟ يعني النعم. يعني لو سألنا النعم موجودة أكثر عند مين؟ عندنا إحنا أمة سيدنا محمد ولا عند بني إسرائيل؟ شو منلاقي؟ منلاقي إنه النعم موجودة عند بني إسرائيل أكثر. فالنعم تفضيل، النعم تفضيل، والشغل اللي لها علاقة في الدين شو اسمها؟ تكريم. كل شغل لها علاقة بالدين والتقوى تكريم، وكل شغل لها علاقة بالنعمة مش في الدين شو اسمها؟ تفضيل. عشان هيك الله سبحانه وتعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لها علاقة بالتقوى والدين. ولكن بني إسرائيل شو بقول؟ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، النعمة، وأني فضلتكم على العالم. فإحنا أكرمنا سبحانه وتعالى، وبني إسرائيل شو سوى؟ فضلها. يعني كل واحد أعطى إشي، إحنا أعطانا الكرامة اللي هي العلاقة في الدين والتقوى، وإن شاء الله لها علاقة في الجنة. أما بني إسرائيل شو أعطاها؟ النعمة والتفضيل. والتفضيل إنه يرفع مجموعة، كيف رفع بني إسرائيل علينا؟ من باب الابتلاء، ورفع بعضكم، يعني رفع بني إسرائيل والكفار المشركين، ورفع بعضكم فوق بعض درجات، ليه؟ ليبلوكم فيما آتاكم. فيبتلى القليل النعمة بقلة النعمة، ويبتلى كثير النعمة بكثرة النعمة. يعني لما الله سبحانه وتعالى يحرمك من المال والجاه والسلطان والقوة، بده يشوف شو بدك تسوي. هل سترفض حكم الله وتنسحب وتروح تطيع أعداء الله سبحانه وتعالى عشان تأخذ منهم القوة، ولا راح تقبل بهذا الشيء وتقول الحمد لله والشكر لله؟ هذا السؤال. ونفس الاشي إخوان، القوي والغني اللي الله سبحانه وتعالى فضله في الدرجة، ليش الله سبحانه وتعالى فضله؟ عشان الله سبحانه وتعالى يبتليه ويشوف كيف راح يفعل بهذا الشيء. فهون إخواني الله سبحانه وتعالى يقول ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. هنا ومن يتبدل الكفر في كل الأحوال، سواء زمن سيدنا موسى أو حتى بني إسرائيل اللي كانوا زمن سيدنا محمد، طالما إنك أنت رفضت الخير فأنت بدلت هذا الخير بالكفر. أنت بدلت الإيمان ورفضت الإيمان ووضعت محله كفر داخل قلبك، وهذا سيكون سبب في ضلال، فقد ضل سواء السبيل، سواء السبيل. فالله سبحانه وتعالى إخواني يعني في هذه الآيات يعني يبين لنا نقطة هامة جدا يجب أن ننتبه إلها، ألا وهي ادعاء بني إسرائيل فيما بينها إن الرسالة جاءت إلى أمة سيدنا محمد وهي ليست على قدر هذه المسؤولية، لذلك كفرت بهذه الرسالة، وهذا ليس بحق كما وضحنا بإذن الله. طيب ننتقل للآية اللي بعديها، يقول سبحانه وتعالى ود كثير من أهل الكتاب. طبعا إخواني احنا بنعرف أهل الكتاب يعني تحمل على اليهود والنصارى، ونعلم أن النصارى يعني هي فرقة من فرق اليهود في الابتداء. لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. يعني الله سبحانه وتعالى بقول كثير من أهل الكتاب، كثير يعني مش قليل مش النص، ما نقول كثير يعني المعظم الغالبية العظمى من أهل الكتاب تريد، ودت، الود إخواني اللي هي درجة من درجات الحب، درجة من درجات الحب، يعني تحب يعني هذا الشيء
يعطيها فرح، لأنه درجات الحب إنما تدل على السعادة والفرح. فلما تود هؤلاء كأنها تفرح إن رأت أن إنسان ينقلب من الإيمان لفين؟ للكفر، بتفرح في هذا الشيء ويدخل السرور في قلبها. لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، طب ليه؟ حسدا. شو الحسد؟ ما هو الحسد؟ الحسد أن تتمنى نعمة موجودة عند غيرك مع تمنيك زوالها عنده. مش بس تقول والله أنا بدي زيه، يعني والله فلان ما عنده سيارة أنا بتمنى أن يكون في عندي سيارة زيه. يحق لك أن تتمنى أن يكون في عندك سيارة زيه، هذا مش حسد، هذا اسمها أماني. ولكن إن قلت أنا أحق منه بهذه السيارة وأنا لازم تكون عندي هاي السيارة هو ما لازم يكون عنده، شو صار اسمه هذا الشيء؟ صار اسمه حسد. فهذا الحسد، الحسد أن تتمنى النعمة التي عند غيرك ولكن مع زوالها من عنده. فبني إسرائيل تتمنى أن يكون عندها ما عند المسلمين من فضول من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن بشرط إيش؟ زوالها من عندهم. بس هل نقول هل هذا إيمان إخواني؟ هذا ليس بإيمان. ها يعني إنك أنت تتمنى إنك تكون مؤمن وغيرك يكون كافر؟ لا يصح، لأنه إحنا بنعرف كما علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني إيمانك إنما يستقيم عندما تحب الإيمان لغيرك من الناس. فالأصل إن أنت أحببت هذه النعمة اللي هي نعمة الإيمان ونعمة الدين اللي موجودة عند غيرك، بكل بساطة ادخل فيها دون تتمنى زوالها عند غيرك وتمنيها. طلع لو فرضنا يا إخوان كل جدلا، طيب هؤلاء حساد، طب نيجي نقول لو الله سبحانه وتعالى أزال هذه النعمة اللي هي موجودة عندهم من عند المؤمنين وأعطاها إياهم، لو طيب تعالوا أنا موافق أخليكم أنتم المؤمنين وهم ما يكونوش مؤمنين، شو بدكم تسووا؟ بعديها سينقلبوا من الإيمان لفين؟ للكفر. يعني هي تمني النعمة لزوالها عند الغير مش حتى إنها تبقى عندك، هذا الأصل. يعني أعطيكم مثال، خلينا نقول ولدين بيلعبوا في الحارة، واحد معه سيارة صغيرة عماله بيلعب فيها، أجا ولد تاني شو صار؟ غار منه، شو بده؟ بده السيارة، بدي زي هاي السيارة، بدي هاي السيارة، بدي هاي السيارة. هذاك الولد شو سوى؟ اتنزل له عنها، أعطيها لعبته، أعطيها قال له خذ تفضل. بعد شوي لما يروح الولد الأولاني، هذا الولد الثاني شو بيسوي؟ إما إنه بيرميها للعبة أو بيكسرها، لأنه ما أخذها حبا فيها أو لأنه بده إياها، أخذها بس عشان تروح من عند هداك. ولما يضمنها صارت عنده شو بيسوي؟ بيقوم بإتلافها. وهذا ما ستفعل بني إسرائيل لو الله سبحانه وتعالى أعطاهم الدين وحرم أمة سيدنا محمد من هذا الدين حتى أنهم ما يآمنوا. كان بمجرد أنهم شافوا أنه أمة محمد حرمت منه شو سووا؟ تركوه، لأنه أصلا هؤلاء نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. لما سبحانه وتعالى أعطاهم الدين، مش أعطاهم الدين زمن سيدنا موسى، أعطاهم الدين ما كانش موجود عند غيرهم، شو سووا؟ مش نبذوا كلام الله وكتاب الله وأوامر الله وراء ظهورهم، وشو اتبعوا؟ اتبعوا ما تتلو الشياطين اللي بتحكي لهم إياه الشياطين. فشو راح يجد عليهم جديد لو الله سبحانه وتعالى أعطاهم الدين اللي أعطاه لسيدنا محمد؟ لن يقوموا بالمحافظة عليه. فهؤلاء ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، الأصل شوفوا الله سبحانه وتعالى قدم كلمة يردونكم على إيش؟ على الحسد. لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، بعدين شو أجا؟ الحسد. فالفكرة أولا شو هي؟ أنه هو يردك عن الدين. فعشان هيك بينه وبين نفسه، لأنه بده يردك عن الدين، شو بصير يقول؟ بقول لو أنا المؤمن هو لا، كان أنا حفظت على الدين وأحسن منه. بس فعليا هو الفكرة عنده مش بده يحافظ على الدين، بده يردك. فجاءت كلمة الله سبحانه وتعالى أن يردونكم مقدمة على الحسد من عند أنفسهم،
من بعد ما تبين لهم الحق. من بعد ما تبين لهم الحق إمتى؟ عبر أنبيائهم ورسلهم. يعني تبين لهم الحق إمتى؟ مع سيدنا موسى ويوشع بن نون ونبي الله داود ونبي الله سليمان، ثم مع إشعياهو ومع سيدنا عيسى. مش تبين معهم الحق معهم كلهم؟ طب وماذا حدث؟ هل اتبعوا كل هؤلاء ولا كفروا فيهم؟ كفروا فيهم كلهم. فش راح يتغير مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ ما راح يتغير. فكيف قاموا بنبذ الحق مع كل الأنبياء سينبذ هذا الحق مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. الله سبحانه وتعالى إخواني هنا ينبهنا إنه هذه هي نفسيتهم، وهذه هي حياتهم، وهذا هو ديدنهم، وهذا هو قلبهم، وهم ليسوا بأصحاب دين ولا يريدون دين، لا يريدون الله سبحانه وتعالى ولا يريدون تدبير الله سبحانه وتعالى. بدهم نعم الله سبحانه وتعالى دون أن يعترفوا بالتدبير أن هذه النعم من الله سبحانه وتعالى. ما بدهم يشكروا الله سبحانه وتعالى على هذه النعم ولا بدهم يحمدوه. ولو الله سبحانه وتعالى أعطاهم أي دين وأعطاهم أي فرصة سيكفروا بهذه الفرصة. فالله سبحانه وتعالى يدعونا أنه اصفح اعفو واصفح قدر الإمكان عن هؤلاء، لأنه في النهاية إلهم الدنيا ما في إلهم الآخرة. فأنت لما تصفح عنه عند قدرتك أنك أنت توصل له في هذه الدنيا وتعطيه فرصة أخرى، بتقول له أنت بدك الدنيا خدها، إحنا بدناش الدنيا، إحنا شو بدنا؟ بدنا الآخرة. فالله سبحانه وتعالى يدعونا في معاملتنا مع هؤلاء أن نعفو وأن نصفح حتى يأتي الله بأمره. شو أمر الله سبحانه وتعالى؟ هذه الدنيا كلها إلى زوال، إنك ميت وإنهم ميتون. يعني إحنا وكلهم سنعود لله سبحانه وتعالى وسنلقى الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ستنقسم الناس إلى سعيد، وإن شاء الله إحنا وإياكم من السعداء من أهل الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى، وشقي هؤلاء سيكونوا من الأشقياء في نار جهنم. إن الله على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى قادر على كل هذه الأمور، وقادر أن يرى ما في نفوسهم وما في قلوبهم وما في أفعالهم وتصرفاتهم، كيف يعملون وكيف يتصرفون في هذه المعاملة. ما تبقى وقت إخواني، إن شاء الله ندعو الله سبحانه وتعالى ونقول الله يجزيك الخير. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فإنك علينا قادر، والطف بنا بما جرت به المقادير. اللهم انصر أقصانا وشاف جرحانا ومرضانا، واطلق سراح أسرانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وآخر دعواهم فيها الحمد لله رب العالمين، وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يجزيكم الخير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، واعف عنا يا كريم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله.